أمنا العذراء نموذج للخادم، بس كمان في أمنا العذراء مع كل التفاصيل بتاعت حياتها إلا أنها مختبرة للألم، اختبار الألم. ويعني قبل ما أشرح كده بعض الشروحات البسيطة، وأنا مدرك أن كلكم عارفينها، تعال نقف قدام العبارة اللي بنصليها في الأجبية ونقول: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي، وخدوا بالكم بالتعبير الجميل، أما أحشائي يعني أعماقي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإله. وخدوا بالكم من الاثنين: أما العالم فيفرح، وأما أحشائي فتلتهب. الخادم كده، الخادم خدمته، ومن أيام السيد المسيح الخدمة مرتبطة بالألم، بس بيختبر الألم وبيعيشه إزاي، هو ده المحور اللي احنا بنتكلم عليه. أمنا العذراء جربت آلام كثيرة، جربت اليتم يتيمة، وجربت الفقر، وجربت الغربة، ده تربت في الهيكل كأنه في ملجأ بعيد عن أسرتها، وجربت إنها تتخطب وهي بنت صغيرة، صبية صغيرة، عشان تبقى في كنف وفي حراسة رجل شيخ، وجربت آلام الشك، ودي آلام صعبة جدا، وجربت آلام الولادة، وجربت الغربة والولادة في المزود، وحتى لما خدت ابنها ربنا يسوع المسيح عشان تقدمه في الهيكل يقول لها: وأنت يجوز في نفسك سيف. تعرفين الست الحامل لما بتولد وفرحانة بقى بالمولود وهيتعمد، ويعني بتسمع كلمات حلوة خالص، وربنا يخليه ويتربى في النعمة، كلام كله رائع، ده يقول لها: وأنت يجوز في نفسك سيف. اتخيلوا ويانا أمنا العذراء مع سنها الصغير، إيه ده؟ ما قالهاش مبروك، ما قالهاش يتربى كده في خيرك، ما قالش الكلام الاجتماعي بتاعنا ده، لكن قال لها: يجوز في نفسك سيف، ألم.